بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد لا زلت أتحدث عن مقدمات الزواج فبعد أن تحدثت في لقاءات ماضية عن الخطبة وبعض أحكامها وعن معايير الاختيار في الزوجين ثم تحدثت في اللقاء الماضي عن المحرمات من النساء في النكاح سأستكمل الحديث في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى عن مسألة مهمة من المسائل المتعلقة بالخطبة وهي مسألة النظر إلى المخطوبة، حكمه وأدلته وحدوده وشروطه. أيها الأخوة، نعلم جميعًا أن التعرف على الصفات الأخلاقية والمزايا الاجتماعية قد يكون بالسؤال، لكن الصفات الخلقية لا يمكن التعرف عليها إلا بالنظر، والنظر قد يكون بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة، أما غير المباشرة فتكون بأن يبعث الشخص امرأة يثق بها لتنظر إلى مخطوبته ومن ثم, ومن ثم تصفها وصفا يدفعه إلى الإقدام على الخطبة والزواج أو التخلي والإحجام عن هذا الأمر أما الطريقة المباشرة وهي التي تهمنا في هذا اللقاء فتكون بالنظر إليها مباشرة وهي الطريقة الأسلم والأفضل. فالوصف مهما بلغت دقته لا يمكن ان يؤدي الى النتيجه التي تحصل بالنظر مباشره ولذلك شرع الاسلام للخاطب ان ينظر الى مخطوبته بل استحب له ذلك كما ثبت في عده احاديث صحيحه من ضمنها قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة وقد خطب امرأة: أنظرت إليها؟ قال لا، قال انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. فهذه الأحاديث وما في معناها تدل دلالة صحيحة على استحباب نظر الخاطب الى المراه التي يرغب في نكاحها وهذا امر متفق عليه عند الفقهاء وبهذا النظر المشروع تتحقق مصلحه الطرفين فاما ان يطمئن الى الاخر ويميل اليه ويقع لديه موقع القبول فيقدمان على الزواج ويكون ذلك ادعى للوفاق ولدوام العشره بينهما واما ان يحصل عكس ذلك فيعدلان عن الخطبة وفي حصول النظر احتراز من الغرر وانتفاء للجهل والغش وحصول النكاح بعد رؤية ومشاهدة ابعد عن الندم الذي ربما يحصل للمتزوج لو لم تحصل الرؤية فيظهر له الامر على خلاف ما يحب ولكن السؤال المهم هنا ما هي حدود النظر الى المخطوبة؟ اذا عدنا الى الحديث السابق الذي تكلمنا عنه في مشروعيه النكاح وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم فان استطاع ان ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها فانه يتبين لنا ان النظر المشروع هو الى المواضع التي تدعو الرجل الى نكاح هذه المراه مما يظهر غالبا كما في الحديث الصحيح. واكثر ما ينص عليه اهل العلم في هذا الباب هو النظر الى الوجه والى الكفين لانهما اكثر ما يظهر من المراه غالبا، لكن هناك روايات واقوال اخرى في المساله ففي روايه عن ابي حنيفه رحمه الله ان للخاطب ان ينظر الى قدمي مخطوبته، وفي روايه عن ابي يوسف رحمه الله له النظر الى ذراعيها. اضافه الى الوجه والكفين، ايضا قول اخر للعلماء يجيزون للخاطب ان ينظر الى ما يظهر منها غالبا للمراه كالوجه كالوجه والرقبه واليد والقدم وله ان ينظر ويكرر النظر الى محاسنها لان المراد لا يحصل الا بذلك وقد اتفق اهل العلم ايضا على ان للمراه الحق في النظر الى الرجل بمقدار ما يباح النظر اليه غالبا فنقول لا يحصل المقصود بالنظر الا اذا تكرر النظر الى المخطوبه والى الخاطب من المخطوبه ايضا وتامل كل منهما في محاسن الاخر اما شروط اباحه النظر الى المخطوبه فهي كالتالي اشترط اهل العلم جمله من الشروط ليتحقق المقصود الذي شرع هذا النظر من اجله الشرط الأول أن تكون المرأة ممن ترجى موافقتها، الشرط الثاني أن يكون النظر بوجود محرم للمرأة كأبيها مثلاً أو أخيها لأنها كما ذكرنا لا زالت أجنبية عن الخاطب فلا تجوز الخلوة بها، من الشروط أيضاً ألا يقصد الخاطب من النظر الشهوة والتلذذ بمعنى أن تكون أن يكون الداعي إلى هذا النظر هو العزم على الخطبة وعلى الزواج. الشرط الرابع أن يقتصر على القدر الذي يجوز النظر إليه كما ذكرنا في المسألة السابقة. الشرط الخامس أن يكون عازما على الخطبة مقدما عليها بلا عبث. الشرط السادس والأخير وهو خاص بالمرأة المخطوبة ألا تظهر هذه المرأة أمام الخاطب متجملة متزينة حتى لا يحصل تدليس او غش للزوج اما مساله العدول عن الخطبه فقد تحدثت عنها بشيء من التفصيل في اول لقاء عن مقدمات الزواج وما, قلت وما قلته هناك يغني عن اعادته هنا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم